ده حب ده ولا ايه يا بدر؟ يا ليه كل حاجة دايما كده بين الست والراجل لازم تترجم لحب؟ وما ينفعش اتنين يتعاملوا كويس الا اذا كانوا حبيبة. الله، امال ايه الموضوع؟ موضوع راحة نفسية، زي ما يكون كده روحك رايحة للي قدامك، ده ارتاحي لها، وهي ست شيك ومثقفة وبتفهم في الاتيكيت، فارواحنا اتلاقت، فايه؟ فارتحنا لبعض. لكن حب؟ أنا ما حبيتش غير مراتي. صحيح هي لسه ما ردتش عليك؟ والله يا أمل كل ما أروح لها أهلها ينكروها مني. طب إيه رأيك أروح معاك؟ ويوضع سره في أضعف خلقه. صلى على الحبيب قلبك يطيب، وماله نجرب. يلا بينا. بص، هو واضح كده انه مفيش حد هنا. انا عارف انها جوه، ده بيت امها. انا نفسي بس هي اللي تفتح لي. طب نمشي ونجي لهم الاسبوع الجاي. انا تعبت تعبت يا امل، تعبت. ليلى ليلى، طب بص هو واضح كده انه مفيش فايده، نمشي ونجي لهم الاسبوع الجاي.